طبعا الاعشاب بشكل عام ما تنطي خاصيه المساوئ البشر. من ياخذ الاعشاب المريض يقوم يرتاح مباشره، يعني مباشره يقوم يستأصل المرض من جسمه، بعكس الادويه الكيميائيه. الادويه الكيميائيه بس تخفي اعراض المرض، وانما المرض يبقى بيها. بشكل عام الناس من يرجعون للاعشاب الطبيعيه، اعشاب طبيعيه هم ناس أساسهم الطبيعي، يعني هم جايين من الطبيعة، فأكيد يحبون الطبيعة. نعم أني عندي بحدود 118 تركيبة أني أحضرها داخل محلي، ومن ضمنها أكثريتها كلها إكستراكت، يعني خلاصات الأعشاب أني أحضرها، وكلها منطي نتائج إيجابية، والمرضى بشكل عام يوم ورا يوم تتزايد العدد مالهم، كلهم الحمد لله مستفادين من العلاج. حقيقة أنا يعني تراجعت للصيدليات أكثر من مرات، فما استفادت يعني بشكل يعني نهائي. فمن راجعت المحلات الأعشاب الطبية استفادت بشكل كبير يعني من الأدوية الأعشاب الطبية. فأني أشكر الأستاذ المعالج الأعشاب الطبية، أشكر يعني أنا هو يعني استفادت من الأعشاب يعني بشكل يعني أنا راضي منها. الأعشاب الطبية إذا ما تستفاد من عنده يعني ما إلى ضرر، لكن الأدوية الكيميائية إذا تستفاد من عنده وإذا ما تستفاد منها عنده ضرر، يعني عنده مضار بشكل يعني شلون يعني تقول المضار، عنده مضاعفات. فالأدوية الأعشاب الطبية ما عنده مضاعفات، يعني هذا الشيء الحلو. التهاباته وحتى بو كورونا اقل استفاده لنا في زرر لنا مطلقا.